دشن مجلس الوزراء منصة حوار للمشاركة المجتمعية كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار. وأوضح مجلس الوزراء أن المنصة تستهدف توفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة، وذلك للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، كذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، ذلك تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.